اللي يعني احنا كأعضاء مجلس نواب، أنا في يوم 15/10 قبلها بيومين جمعت تواقيع أكثر من 100 نائب في مجلس النواب العراقي، وطلبت إلزام وزارة المالية والمؤسسات الدولة بنسبة 15% الالتزام بها، إلزامها بشكل رسمي، يعني أنه تنفيذ القانون. وبادرت لأخذ تواقيع لرجالات العراق، وابتدأت ب يعني رئيس تحالف البناء هادي العامري، نعم، وبنفسه اتصل تليفونيا بوزارة المالية وطلب تطبيق